صورة لإصلاح محرك الطيارة بشريط لاصق. بالتأكيد لا يحلو لأحد أن يرى هذا المنظر من نافذة طائرة على وشك الإخلاع. يظهر أحد عمال الصيانة في الصورة التي جمعت مليوني مشاهدة وهو يلف محرك الطائرة إيزيجيت بشريط لاصق، ويقول بعض مستخدمي الإنترنت بأن الشريط اللاصق يستخدم لدواعي السرعة، فالمادة اللاصقة حساسة للضغط وتستخدم لإجراء إصلاحات طفيفة على متن الطائرة وسيارات السباق أيضا. سرعان ما علقت شركة إيزيجيت على صفحة آدم مود الذي شارك الصورة على تويتر، وقالت الشركة أن الشريط اللاصق استخدم لدواعي تجميلية وليس له علاقة بهيكل المحرك. فهل كنتم لتشعرون بالطمأنينة لو كنتم على متن تلك الطائرة